السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد على القناة ديالي عايزاس فيلد. اليوم عندنا شرائح ولا فطائر ديال الدجاج اللي كيجيو رائعين بزاف بزاف وسهلين لا في المقادير ولا حتى في الخدمة ديالهم. يمكن تقدموهم مع شي سلطة بسيطة بالنسبة للعشاء أو مع شربة اللي كيجيو خفاف خفاف بزاف بزاف، وحتى بالنسبة للعشاء مناسبين. نتمنى أن الوصفة ديال اليوم تعجبكم، ونتمنى بأنكم تخليو لي الآراء ديالكم ونبقاو مع المقادير وفرجة ممتعة. اول حاجه كنبداو بها هي كنحتاجو لصدر الدجاج، ما غاديش ناكد شحال يعني على حسب الاشخاص. بالنسبه لانا لهذا الشيء اللي كندير تقريبا 4 الاشخاص، احتاجيت تقريبا لواحد صدر كامل ديال الدجاج اللي كبير شويه. غادي نقطعو رقيق بزاف يعني دوك ما غاديش نطحنو، لان ممكن انكم ديرو حتى بحال الكفته، ولكن انا هنايا كنقطعو رقيق بزاف وكنبقى بحال المهم كنعجنوه شويه بهذاك الموس حتى كيرجع بحال الكفته. ما كنطحنوش باش يبقاو دوك الطريفات ديال الدجاج، حتى هما كتكون عندهم واحد يعني مذاق اخر ولا كيجيو في شكل احسن. فاول حاجه كيف قلت لكم كنبداو بهذاك الدجاج اللي كنقطعوه طريفات صغار بزاف بزاف كيف كتشوفوا. الوصفة ديال اليوم الصراحة سهلة بزاف ومن أعز الوصفات اللي عندي، لأن لا في التحضير ولا في المذاق كتجي روعة. كنصحكم بها وكنصحكم أنكم تجربوها. من بعد ما كملت داك الدجاج ديالي كيف كتشوفوا، غادي نبدأ نلوح عليه المقادير ولا غادي نزيد نسمو. غادي ندير تقريبا 2 ريوس ديال التومة محكوكين، غادي نزيد القزبر والمعدنوس تقريبا معلقه كبيره ديال القزبر والمعدنوس، وغادي نزيد الفلفله حاره اللي ضروريه انا عندي في الماكله. هادشي يعني الفلفله كتبقى شيء اختياري، ممكن انكم ما ديروهاش. بالنسبه لي انا كنموت على الحار، كيعجبني داكشي علاش ديما كتلقاوه في الوصفات ديالي وديما كاين في الطياب ديالي. ما نقدرش نطيب بلا ما تكون الفلفله الحاره. هنايا زدت شويه ديال الزنف ولا الموطارد ولا الخردل اللي حتى هو كيرطب بزاف الدجاج، شويه ديال الملحه. انا هنا درت شويه حيت ديجا سميتو الدجاج مرقد في الملحه والحامض. زدت شويه ديال الكمون وشويه ديال البصل، وهنايا عندي مرد الدوش او اي عشبه منسمه عندكم ممكن تزيدوها. انا عندي تقريبا 3 البيضات تقريبا، المهم 3 البيضات صغار. يعني الا كانت عندكم الكميه ديال الدجاج بزاف ممكن انكم تزيدوا البيض، او الا كان عندكم غير شويه ممكن انكم تنقصوا باش ما يجيكم الجاري. هنايا كنزيد الدقيق، الا كان عندكم نشا ولا نشا ديال الذره ممكن انكم ديروه. زدت تقريبا 2 معالق ديال الدقيق، حيت باقي الله غنزيد عليه دابا من بعد ما نخلطو مزيان مزيان. غنزيد داك الخبز المحمص، اللي كينشف لينا داك الخليط، وحتى منين كيتقلى هذاك الزيت ولا ملي كيتحمر كيجي مقرمش من برا وكيجي محمر كيجي زوين بزاف. هنا زدت تقريبا على حسب الخليط اللي عندي حتى كنشوف بان داك الخليط بدا كينشف شي شويه. تقريبا انا هنايا كفاني شي 4 المعالق كبار، ها نتوما كي كتشوفوا. المهم ما كتسنوش حتى كينشف داكشي كيتعجن بزاف، ولكن المهم شويه ما كيبقاش جاري. كنغطيوه وكنخليوه تقريبا ساعه، كل ما خليتوه كل ما كان كيكون احسن والد. يعني الا عندكم الوقت مثلا الصباح توجدوه ديروه في الثلاجه وتخليوه حتى كتبغيو تاكلو، وعاد كتبداو انكم تقليو هذوك الفطائر. بالنسبه ليا هادو حتى فطائر مفضله عندي في رمضان اللي كنديرهم بزاف بزاف. ف
فأنا من بعد ما خشيتهم في الثلاجة تقريبا ساعة ساعة ونص، أنا شديت المقلة ودرت فيها شوية ديال الزيت، يعني ماشي تقليوهم، هما غير كيتحمروا باش يبقاو صحيين وما كيشربوش الزيت هما اصلا. يعني كيف شفتوا انا المقلة غير دهنتها بشوية ديال الزيت، خليتها حتى كتسخن، وكنبقى نهز بطريقة عشوائية هذاك الدجاج وكنحط في المقلة وكنقاد انا على الشكل، يعني ماشي بالضرورة. ممكن انكم تقادوهم خبيزات ويكون داك الشيء مقادد، مي انا كنحطهم ديما هكا، كيجوني زوينين وكيعجبوني حتى في الديكور بحال هكذا مخربقين وكيجيو زوينين، يعني ما كياخذوش الوقت وكيجيو زوينين حتى في الديكور بحال هكذا، ماشي بالضرورة ديما عندنا ديك يعني كويرات ولا خبيزات مقادين. مهم كنبقاو على داك الريتم حتى كنسالي وتقريبا كل شيء. وكيف قلت لكم هادو كتوجدوهم اخر ما يكون، يعني غير كتوجدوهم قبل، وزعما حتى كتبغيو تحطوا هذاك العشاء ديالكم ولا ديك السلطه كتكون وجدتوها ديجا وعاد كتبداو تقليوهم، باش كيتكالو سخان كيجيو زوينين بزاف. واللي زوينه فيهم هو انكم بحال ما انا كنوجدهم ملي كنكون خارجه، يعني كنكون عارفه اشنو من غنرجع راه ما غاديش نبدا نقلب على شنو غندير العشاء، كنوجدهم في الصباح وكنحطهم في الثلاجه وعاد غير كنجي يعني دغيا. وبالنسبه للطياب تقريبا ما كيشدوش بزاف، يعني ما كاملاش جوج دقائق لكل جهه دغيا كيتحمروا، وانتم عارفين الصدر ديال الدجاج كيطيب دغيا، والصراحه هذاك المطرد كيرجعهم هشاش بزاف، كيجيو رطبين وكيف كتشوفوا كيجيو محمرين، واحد المنظر رائع كيجي فيهم، وحتى المذاق كيجي روعه. ممكن يعني هذاك الشيء كيبقى اختياري، ممكن انكم تزيدوا فيهم حتى الخضره. يعني الفلفله ولا البصله ولا المهم بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم الخضر، ممكن انكم تزيدوا فيهم حتى الخضرات تخلطوها مع داك الدجاج وممكن يجي زوينه. انا جربتهم حتى بالخضره وبلا خضره، يعني بجوجهم كيجيو لذاد بزاف بزاف. فكنبقاو على ديك الطريقه حتى كنكملوا الخبيزات ديالنا، وغادي نوريهم لكم في طبق التقديم. واخا طبق التقديم انا درته بالزربه بالزربه حيت كيف قلت لكم كنت خارجه ويلا جيت وطيبتهم بالزربه، كنت وجدتهم قبل، ومنين جيت كنت غير كنطيب بالزربه بالزربه باش نسالي. وانا هنايا قدمتهم مع سلطه خفيفه. نتمنى ان هذه الفكره تكون عجباتكم، ونتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في التعليق ديالكم، تخليوا لي تعليق وتخليوا لي الاراء ديالكم. وها هما وجدوا في طبق التقديم. كيف قلت لكم انا عزيز عليا اي حاجه نقدمها، واخا نكون كنطير وبالزربه ديما عزيز عليا ندير شي حاجه، ندير داك التزيين عاد كناكل يعني واخا غير بالزربه، ولكن ضروري دوك الطريفات ديال الحام، ديك الشلاضه مفرشه ولا قدير الخص ولا شي حاجه. فكيف كتشوفوا كيجيو هشاش بزاف، كيجيو مقرمشين من برا، روعه روعة 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 والله. كنصحكم بهم وكنصحكم انكم تجربوهم وتخليوا لي الراي ديالكم. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، نكون ما طولتش عليكم، ونتمنى انكم تجربوا الوصفه كيف قلت لكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. تشيس.